السلام عليكم. اليوم عندي احواض اثنين اجي اسوي فوقها هنا بواري اللي هو من هذا البوري. انا عندي بوري بلاستيك ماشي فوقها هن مال تاسيس، يعني ابدي اسوي كاكات هيك حنفيات اثنين يعني فوقها هن. جبت من هذا اللي هو جهتين ينكوي وجهه سن يطلع من عنده هذا البوري، وهاي الكاويه مالتي وهذا المقص وهاي الدافلون راح احتاجه. هذا الحوض الاول اللي ابدا اسوي فوقها حنفيه، وهذا البوري هو اللي ماشي فوقها هذا، وهذا الحوض الثاني، وهذا البوري مالته. هذا البوري بعد ما قصيناه راح اكوي بيه هذا اللي هو بهالاتجاه هذا حتى يطلع منها حنفية. حاليا شغلت الكاوية، سألبس شفوف وابدي اكوي بيها. بهالطريقة ابدي اكوي بالكاوية. سنقص البور الثاني. طبعا انا بالكوي ما سيطر بيد وحدة، لازم يديات اثنين، وما عندي شي اثبت عليه الموبايل قبل شوية. هذا المكان الحنفية الأول اللي كملت كوية، هاي هنا تنشد الحنفية. بس حاليا كملت كوي وقبس اشد الحنفيات. هاي الحنفية او بوري او شو سمو حطت لهن تافلون على السن مالتهن وعشدهن هسه. طريقة الشد جدا بسيطة بالإيد. هيش لازم يكون اتجاه البوري هسه مفتوح. هو من هالجهة عندي بواري مفتحة من ذيك الجهة. هاي الحنفية الثانية. بعد ما فتحت الكاك اللي هو القفل كنت قافل المي حتى اكون براحتي، حاليا فتحت عليه الكاك بعد ما شديت الحنفيات. هسه بسم الله المي قوي كلش، لان الحنفية شاد. انا شد سابقا اشد هذانيك الكاكات الصغار، الكاك الصغير هو يقطر مو هيك يتوس هالقوة. Thank you.
هذا الحوض الثاني. عباك مشغل الموتور هذا هاي لين بس اول بداية. طبعا انا اذا اريد ترسل الحوض مو اللي افتح البورة هيك بهاي القوة اللي قدامكم اللي كأنه ما مشغل الموتور عليه، هو جاي من التانكي هذا البورة كله. افتح البور كمية قليلة ان شون تشوفون مثل نقاط ينقط كأنما. ولو هو شوية صعب التحكم به القوة الدافعة. نبات يخس الماء. الحوض بأفراغ جولد فيش سكاثرا بدون ما تدخل بيهن آني الأميات، يعني إذا بنبيوضن على النبات وعلى جدران الحوض. أنا جيت عليهن تقريبا ورا 15 يوم هيش لقيت أفراغ هواية بالحوض، كومشتهن شلتهن جبتهن هنا أنا. صار هذا حجم الأفراغ. يعني حتى اول بداية اول 15 يوم ما كنت ادري بيهم بالضبط انه هن اكو افراخ، فحتى ذني بدون اكل كبرا يعني على العوالق اللي بجذور النبات بحوض الامهات، وصار كأنما البقاء للاقوى يعني ما طلع عن عدد كبير هن. الحوض الثاني اللي هو بالقوبي اللي قبل كم يوم نشرتهن لكم اني اشتريتهن. طبعا حاليا فرخن هن، ما اعرف شلون اشوفكم افراخ بس الحوض مليان نبات. هسه القاكم وياهن. وينهن 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 يبينن عندي بس بالكاميرا. لا هاي فراخ ذاك. مو كل شي بينن، وعندي نمل هنا على النبات فحاول ارشب مي حتى يموت النمل. حشيل النباتات مع الحوض الثاني لان انا اول ما اشتريتهن نزلتهن هنا للقوبيات، ما صار لان تقريبا اقل من اسبوع نزلتهن هنا ولا شفتهن ولا شافني. النبات غطى الحوض كلش، هو كان شوف جذور النبات ايش قد كثيفة. طبعا هاي يختل بيها فرخ القوبي بزلاطة يعني ابد ما ينكل، وهن ما دام ما اراقبهن هاي كل شي ما عليهن يعني. هاي الاميات اللي اشتريتهن جديد، طبعا كان بطنهن كلش كبار، هسه كلها بطنهن صارت صغيرة اكيد ولدن. شلت النبات عنهن حاليا، طبعا لقيت بحدود الزوجين الى 3 زواج اذا مو اكثر ميتات منهن واقع ذيلهن، وحتى متفسخات يعني كلش منتهيات. يا هاي مشكلة القوبي المستورد، بس سبحان الله ذني لون واحد كلهن. وقتها انا اخذتهم من حوض واحد يعني ذني، واخذت غير نوعين من غير احواض ذني عايشات، بس بقية الانواع كلها ميتات. هاي الافراخ هسه نشوف لكم يوم هنا صيدهن، يعني انا فلوسي بالافراخ لان الامه هذا نيش ماتن 3 زواج 4 زواج 5 زواج والله ما ادري. وايد شيل الجثث والمي بي شوية ريحة كيريها، لهذا السبب هو ميتاتهن وانا عايفهن لما ما كنت اقدر اشوفهن، فصار نمل على جوانب الحوض. وهاي
انا فتحت البور دي نقط على الحوض حتى شوي انتس. لا اسحب من عده هاي هنا طالع الفراغ حاليا بهالمكان المؤقت. وهاي فراغ لاني اثنين حاليا وهاي اربع فراغ. بعد صدة افراغ صار 10 فراغ حاليا وبعد اكو بس مدى اشوفهن يعني شوية القاع وسخ ترى هذا فراح اشيلهن الافراغ واسحب القاع وشو وقت ما القى فرخ احطه وياهن اوديهن حوض واحدهن. طبعا المشكلة انه ليش ما تنهن ساعتها ريحة كريهة بالمي صايرة شوية بس هو مو امونيا عالية لان انا حاط نبات هذا والنبات هو شلون تكاثى وزاد النبات لان اكو نترات بالمي هو يتغذى على سموم السمك. الشغلة انه نوع المي مناسبهن للاسماك لان هن هذي مستوردات اكيد يعني انا قضيت من محل فالسمك المستورد ما يناسب المي مالتنا. اللي يتأقلم يتأقلم واللي يموت يموت بس على الأكثر هو هم بعد الولادة هم يتعب يموت وحتى مرات نوع الأكل ما يناسبهن. هسه أبدلهن المي شوية أسحب من عدة يعني القاع وهذا عوفه ينقط اللي توسف الدصبعين ثلاثة بعد وأسده للكاك واوكلهن واشوف شنو يصير وياهن. اذا ماتن ماتن فدوة اذا ماتن. المهم عندنا ذني الافراخ ولو ما معروف نوعهن من ذني كل ماتن لو من ذني هنا العايشات نوع الافراخ. فراخ قوبي اخليه هنا اكبرهن اشوف شنو نوعهن. يعني دائما من اجيب اسماك مستوردة او اشتري اسماك انا ما اهتم لهن يعني اهتم لفراخ يعني مو محصل من عندنا فراخ حتى الجولد فيش حاليا انه اهتم بتكاثرهن لان المستورد اول تالي يعني يكون عمره قصير ومصيره الموت يعني مو مثل سمكه اللي تتكاثر عندنا بالحواض مثلا الانتاج عراقي نسميه يكون عمره اطول لان عندك متكاثة. بعدها كم فرخ لقيت هسه صيده اسحب القاع وارجع لكم مو فرخ طبعا فرخين ثلاثة سلبينا. استخدم هاي الشافطة مع الاوساخ اليدوية طبعا انا عندي واتر بام وعندي كل شي بس انا اريد اسحب الاوساخ اللي بالقاع وذني الافراخ صار 22 فرخ وبعد اتوقعكم من هسه صدفة لقيت كوما افراخ وجريت من عدين بالشبشة صار 22 هسه بدي اسحب القاع بهالطريقة مال الشافطة مال الاوساخ تسحب القاع وين دا فرغ المي يعني حاطه بسطل من جهة ثانية كافي انسحب فرغ شي هاي اشوفه اصيده احطه ويلا فراغ. طبعا هاي من ضمن الاوساخ هاي انه مو بس بقايا نبات وفضلات اسماك او بقايا اكل من ضمنها تراب مال جو يعني الحوض صار لي فترة كنت دارسه ومطرت عليه وكل شي صار وصار عليه اتربة واوساخ. اثنين وعشرين فرخ وبعد هواية افراخ فلن يستحق انه الافراخ يصيرن بحوض واحد هنا هذا فرخ واحد الافراخ. سحبت القاع مال الحوض
وصدت له فراغ كلهن تقريبا، ما اتوقع بعدك. عددهن 33 فرق صارا، لازم احولهن الحوض، احطيهن اكل للاميات، يعني اغلبهن هن بطنهن فارغة، يعني والدات وحتى جوعاناتهم يمكن. فحطيت الاكل تقريبا نزل بالقاع، ما ادري ايش فين دي سبحان على شكل مجموعه. راح اعوفه ينقط عليهن البور مال مي اللي سويت قبل شويه، هو يظل ينقط لحد ما مثلا يوصل للمستوى اللي اريده واسده. راح احط له النبات لان اذني حتى دا يخافن ياكلن اصلا. حطيت الاكل وهو مثل الاكل يسوي طبابية بالحوض، بس ما شفت هنا اكلن. خلي هذا النبات هو يفش نفسه ويتوس الحوض، لان اتوقع لان اكو عليهم ضوء شمس، وكشفته للحوض ودي يتوس من اكل البور دي ينقض عليهن، وبدلت جزء من المي يعني سحبت القاع. فمثل خايفات، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.